وضعك في الصورة غايتنا. خبر عاجل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خرج قبل قليل من قصر المردايا مرسوم رئاسي من الرئيس الأخ عبد المجيد تبون بإعلان الجزائر الحداد لثلاثة أيام بسبب خسارة فرنسا، ويعلمكم أن العزاء في الشيراتون. المهم أنا راه لبست جلابة والطربوش حمر، الإخوان اللي بغى يعزي يجيب معاه قلب ديال السكر، نتلاقاو في زوج بغال. الحاضر يعلم الغيب، اللهم إني قد بلغت، اللهم افشهد. الله يرحم لك الوالدين سيدي. أمشي ونعزي واسيدي، أمشي ونعزي وخوتنا وجيراننا. صح، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو وانا كنتابع واحد البرنامج رياضي او بالاحرى برتوش رياضي، ما يمكنش حل شبع الضحك مع هذا المساخيط، هذا المحللين اللي مسميين راسهم محللين جزائريين، فرحانين بالفوز ديال كرواتيا على المنتخب المغربي، وقال لك يستحقون بجداره وباستحقاق المركز الثالث. كرواتيا فريق عالمي يستاهل المركز الثالث، استحق المنتخب المغربي كلاه في ارضيه الميدان، وهذا الشيء كامل بلاعبين شباب. مودريتش والله العظيم الا قال لك مودريتش لاعب شاب، واسي محمد مودريتش راه اللحم ديالو ما يطيبش، حتى شمن لاعب شاب؟ قال لك لا، بلاعبين شباب مودريتش والبقيه. وهادو نيت، هاد المحللين نيت دابا اللي قال لك لاعبين شباب ويستحقون الفوز في المباراه الاولى اللي تعدنا معاهم بصفر لي مثليه. هاد المحللين نيت في نفس البلاطو سمعتهم كيقولوا هاد الجيل انتهى، صافي هاد الناس كبروا، داكشي اللي عطاوه في 2018 مستحيل يعاودوه، والدليل على انهم سالوا انهم ما قدوش يفوزوا على المنتخب المغربي. هادشي كان في المباراه الاولى حيت تعدنا. دابا فاش خسرنا معاهم ولاو لاعبين شباب؟ قال لك مودريتش لاعب شاب. اما واحد المحلل داير فيها فيلسوف عندهم، كان ديما كيقول لك المغرب راه عنده غير الدفاع، حيت ما كان كيتمارك علينا حتى شي هدف، كيقول لك ما كيلعبوا لا كره لا والو، كيبقاو جالسين على اللور، عندهم غير الدفاع. ودابا فاش خسرنا هاد جوج مباريات خرجوا قال لك المغرب بات على حقيقتها، ما عندهاش ديفونس لا والو، ملي الريتم طلع ما قدوش يواكبوا داك الريتم كدا. هادي المغرب بات على الحقيقه ديالها. والله العظيم انا كون كنتو نتوما مشاركين في كاس العالم وحنا ما كيناش، ما نقدرش نهضر عليكم، ما نقدرش ندير التحليل ولا نكون صحفي رياضي، ما نقدرش. كيفاش هادوك الرجال مشاو لكاس العالم وانا ما عنديش الرجال اللي يدوني لكاس العالم ونجي نهضر عليك؟ وما يمكنش تسمع الهضره ديالهم وما تحسش بداك الحقد خارج في داك الكلام ديالو. الحقد صاحبي كيلوحوه وكيقزموا الانجاز ديال المغرب. ها هو المغرب استقبل ربعه الاهداف، الدفاع عنده ناقص كذا، وكيبغيو يقزموا من المركز الرابع، ترى الرابع على مستوى العالم. 211 منتخب تنافسوا باش يلعبوا كاس العالم، نعاود لك العدد، 211 منتخب تنافسوا على كاس العالم، المغرب جا في المركز الرابع، دخلها الراس ديالك، حقق داكشي اللي حققناه حنا ومرحبا بك ديك الساعه. فخليكم تضحكوا شويه مع الاعلام ديال البريتش، خليكم مع الفيديو، نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، واللي مازال ما مشاركش معنا يشارك، يفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا دائما. انا افضل نتكلم على المنتخب الكرواتي اللي بكل جداره واستحقاق نال مرتبه ثالثه بعدما كان وصيف في النسخه الماضيه بلاعبين نقدر نسميهم شباب، مودريتش وغيرهم. تمكن المنتخب الكرواتي باش ياخذ المرتبه الثالثه بكل وحقيه، هذا المنتخب هذا يمشي الى الفاينل. اقول ربما لما نشوف المنتخب الكرواتي والمردود اللي قدمه لحد الان، نقول انه على الاقل كان يستحق باش يكون في الفاينل الاخير، لانه حتى العودة تاعو في المنافسة ربما ضيع في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الأرجنتيني، ضيع يعني النهائي. أقول ربما في المرتبة هذه استحق المنتخب الكرواتي باش يكون في المرتبة الثالثة. أكيد مصطفى مزا جبرنامو، لثاني مرة المنتخب المغربي وجد نفسه في أصعب موقف بعد تلقي هدف مبكر مثل ما حصل معه في مواجهة فرنسا في نصف النهائي. والله شوف الأخ عماد، الكل من متتبعي كرة القدم ومحللي كرة القدم والجمهور الرياضي كان دائما لما كنا نتفرج مع المنتخب المغربي ووصوله إلى هذا الدور، الكل كان يتساءل كيف ستكون ردة فعل المنتخب المغربي لو يتلقى هدف. شفنا والأكيد من والمؤكد أنه لما تلقى هدف ضد المنتخب الفرنسي وزاد تلقى هدف اليوم، شفنا ردة فعل أخرى، أن المنتخب المغربي ليس ذلك المنتخب القوي الذي كنا ننتظره، لأنه ردة فعل المنتخب المغربي بعد تلقي هدف شفنا باللي ما كانش اون رياكسيون، ما كانش اون رياكسيون، ومام لو سيستيم دو جو تاعهم صرا لوان ديزيكيليبر، دائما يصرا لوان ديزيكيليبر لما يتلقى الهدف، ما يعرفش كيفاه يرياجي،
وهذا ومباريات هذه تاع المنتخب المغربي. الاخ عماد انا دائما ما لما نكون هنا ضيف معك دائما ما نقول لك انه كل الفرق تلعب حسب خصائصها. ما معنى كل الفرق تلعب حسب خصائصها؟ معناه انه كل فريق يعتمد على خصائص لاعبيه. المنتخب المغربي في المباراتين الاخيرتين هي مباراتين مختلفتين تماما. المنتخب الفرنسي استدرجه، ما معنى استدرجه؟ خيل للمنتخب المغربي انه يضغط على المنتخب الفرنسي، وهذاك هو نقطة قوة المنتخب الفرنسي. لاحظنا انه المنتخب المغربي لما صعد كثير قليلا تلقى هدفين. وفي المنتخب الكرواتي طريقة لعب المنتخب الكرواتي حتمت على المنتخب المغربي الخروج، وهو ما تلقى أو ما ادى الى تلقي هدفين. شفنا انه المنتخب المغربي لما غير طريقة اللعب تاعه او حتم على تغيير طريقة لعبه كم تلقى هدف الاخ عماد؟ هدف أربع أهداف في مقابلتين. تسمى المنتخب المغربي الذي خيلنا أنه منتخب قوي جدا في المباريات الأخرى قلنا كان قوي بلو سيستيم دو جو اللي كان يلعب به، بلو بلوك اللي كان يلعب به. لكن لما احنا دائما كاين واحد الحاجه نقول لها باللي تنويع الاسلحه، المنتخب المغربي لما شفنا عنده سلاح اخر وهو لما يهاجم افتقد الى شيء اخر، هو انه ما يعرفش يدافع لما يهاجم، دائما يترك فراغات في مساحات في ظهره. هذا هو التلخيص تاع المباراه تاع المنتخب الكرواتي، انه المنتخب المغربي لما حتم انه يلعب وتحتم عليه لما تلقى هدف تحتم عليه انه يهاجم تلقى هدفين. كان يلعب بجديه كبيره المنتخب الكرواتي مقارنه بالمنتخب المغربي. المنتخب الكرواتي كان عنده هدف انه يخلص المرتبه الثالثه في كاس العالم، واثبت لانه من بعد كي نشوفوا في الركن تاع التكتيك تشوف المنتخب الكرواتي تقدر تقول باللي النتيجة تاع المنتخب الأرجنتيني كانت ظالمة 3-0، لأنه منتخب منظم ومنتخب عنده ان سيستيم دو جو مدروس. لما نطلع من بعد للطابلو تشوف أشياء كومين ماشين، مثل الآلة، كيفاه تشوف لا مركزية الثلاثي الوسط، تشوف كيفاه بناء اللعب من الخلف، تشوف كيفاه مهم، ما كانش حاجه من العدم، كلش مدروس في المنتخب الكرواتي. والسبب انه المنتخب انه المدرب عرف كيفاه يوصل الفلسفه تاعو الى لاعبيه. واضح جابر كان يقول تفضل جابر. لما تلعب بسيستم وتلعب على الاطراف، يعني تلعب ب 4-3-3 ولا 4-2-3-1، اكيد لما تبدا تبني الهجمه تبنيها من الخلف، اكيد انه المدافعين خاصه اللاعبين تاع الاطراف واش راح يديروا؟ راح يحلوا اللعب، يفتحوا اللعب. ولما تفتح اللعب الكره هي عندك في الوسط وتبدا تفتح في اللعب، لما الفريق الخصم ينتظرك في الخلف، لانه شفنا المنتخب الفرنسي في كل مره يلعب بكتله منخفضه حتى متوسطه ويلعب على المرتدات، لانه عنده اسلحه اللي يقدر يلعب عليها، عنده المرتدات، عنده لاعبين عندهم السرعه، عنده التمريره الاولى، التمريره المباشره اللي تسمح للمهاجمين تاعهم باش يمشوا بسرعه ويكسروا الخطوط. لما تفتح اللعب وتضيع الكره واش راح تخلق؟ راح تخلق مساحات. لما تخلق مساحات هذيك وين المنتخبات اللي تلعب المرتدات يعني تحاول كيفاش يعني تستثمر في هذيك الكرات الضائعه خاصه في الوسط ولا في نهايه الهجمه باش المنتخب الاخر يمشي بالمرتدات. لانه صحيح انه لما تلعب بهجوم متموقع اي اتاك بلاسي راح تلعب كرات قصيره وتحاول تكسر الخطوط، وفي بعض الاحيان تحل باش تروح الاطراف، لما تحل تروح الاطراف اي يصبح مساحات ولي هناك مساحات، يعني هذا يعيط له في التشويه تاع الكتله. الكتله تتشوه بعد ما تضيع الكره. لما تضيع الكره الهجمه المرتده تبدا من هنا، يعني من الكره الاولى استرجاع الكره ثم الكره تمشي الى الامام، يعني في وقت وجيز جدا ربع ثواني خمس ثواني توصل الى المرمى الخصم. هذه هي الهجمه السريعه والهجمه المرتده، لانه في بعض الاحيان بعض المنتخبات تحاول تلعب ب 4-3-3، بعض المنتخبات تلعب ب 4-2-3-1، 4-1-4-1، لكن في بعض الاحيان اي تتغير المنظومه، تتغير على حساب المنافس، لانه لما يكونوا عندك انت مهاجمين في الامام ولا ثلاث مهاجمين ماكش راح تلعب بخمس مدافعين. هذا الغرض انا اقول لك في بعض الاحيان، وكان يتكلم جابر على المنظومه كيفاش يعني تدير لو سيستيم على حساب اللاعبين اولا اللي عندك، على حساب القوه تاع اللاعبين اللي عندك، حساب المباراه، وعلى حساب المباراه صح هتتغير كل مباراه وعندها الخصوصيه تاعها. لهذا في بعض الاحيان
الفيديو لما تعمل يعني دي سيونس تاع فيديو هي جدا مهمه للمجموعه وللاعبين، لانه راك راح تدرس اولا. صح قالوا ناس اخرين الشيخ بلي الفيديو غير مهم. ايه شوف كره القدم هي علوم، هي علوم، وفي بعض الاحيان اللي قال انه الفيديو غير مهم. كاين ناس قالوا بلي الفيديو غير مهم في كره القدم العالميه. على كل حال كل واحد كيفاش يشوف كرة القدم، لأنه اليوم كرة القدم أصبحت علوم، وفي بعض الأحيان علوم دقيق. صح في بعض الأحيان علوم دقيق. أنا علاش نتكلم على الدقة في علاش؟ لأنه لما تعمل مثال مصطلح كرة القدم ليست علوم دقيقة، كانت في الماضي، الآن تغيرت العديد من المواضيع. أقول في بعض الأحيان هي دقيقة، لأنه لما تعمل يعني بريباراسيون مدروسة، لما يكون عندك لاعبين في المستوى، لما اللاعبين يعرفوا كيفاش يطبقوا لو سيستم تاعك، كيفاش الفلسفه تاعك تلحق اللاعبين، تولي علوم دقيقه. يعني اكيد انه راح توصل الى نتائج. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تخلوش عليا بالراي ديالكم. ناس مازال ما مشاركنش معنا، شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.